ذكرتنا كيفاش سونيا حمدي فندري كوتش دو في. اليوم الموضوع بتاعنا النقد اللي احنا نتعرضوا له، كيفاش نخليوه في مصلحتنا او هو اللي ممكن نقدمه به في عوض اللي نتوجعه ونقول ما عادش نجمو نعملوا حتى شيء. صباح النور وصباح الفل. نهارك فل وياسمين، ان شاء الله نهارك اسعد لي. يفضلك. النقد اللي توا الناس الكل المعرضين للنقد، قبل كنت النقد ينجم واحد معروف، نجم يكون فنان، نجم يكون سياسي، نجم يكون لاعب كره، كاتب، يتعرض للنقد. توا النقد نجم يتعرض له اي انسان، سواء كان على الفيسبوك، حتى في الخدمه بين الاصحاب، معناها النقد ولات حاجه عاديه. الناس الكل تنقد اون بلوس. الناس الكل تنقد والناس الكل تعطي رايها. كل واحد يعرف وعنده الشرعيه باش ينقد. وباقي نقولوا في حدود النقد. ما مشيناش اللي يولي ثلب. نقد. ولا التنمر ما خلطنالوش هذاك. لا 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 نقد. احنا نزلنا في النقد. بلاش باش نفوتوا معناتها الحكايه. اي خاطر داخل موضوع واحد اخر التنمر. موضوع التنمر والثلب، خاطر النقد مش السبان. لا مش النقد هو نجم يكون نقد اما يتقال بطريقه معناها هكا انت تقول لنا كيفاش نقولوا هذا نقد وهذا مش نقد. ثم النقد البناء، احنا باش نحكيو عن النقد البناء. معناها النقد كنا نستحقوا بيتخو كريتيكي في حاجات نعملوها. دونك باش نقول لك محليك اليوم البيج موتيك برشا برشا وعجبني خاطر فيه هكا وهكا وهكا وما عجبنيش الحاجه الفلانيه. اما تقول لي عجبني البيج، اما راهو ما عرفت كتب بالاحمر مثلا، الاحمر ظهر لي وتاك مشى علي معاك بالكدا بالكدا. دونك انت اعطيتني بطريقه غير مباشره اللي الاحمر اكثر يواتيني. وانا مانيش باش نتقلق من اللي قلته لي، احنا باش نحكيو على النقد وشروط النقد وكيفاش اذا كان يجني نقد يقلقني كيفاش نجم نستعمله ونوظفه لمصلحتي انا. دونك النقد البناء إذا نحترموا فيه جوج شروط، شرط الفون اي لا فورم، معناها الشكل والمضمون. دونك كل واحد فينا باش يعطينا نقد بناء واحترم فيه لي دو كونديسيون هذوما مرحبا بهم، ينجم كان يكون اضافه عنا احنا. توا كان يجيني نقد انا وانا مش متهيأ له وكان النقد هذاك قلقني. اول حاجه ساعه نسالها روحي الشخص هذا اللي قاعد ينقد فيا هل هو اهميته بالنسبه لي انا؟ هل هو شخص شرعيا مؤهل باش ينقدني انا؟ دون كيل سونس؟ يندرى النقد نتاعو يلزمني باش نسمع ولا ما يلزمنيش؟ أي. الشخص هذا مهم في حياتي اللي انا النقد نتاعو ولا الفكره اللي حاب يعطيه لي تهمني ولا لا؟ دونك أي. اول سؤال الشخص هذا يهمني ولا لا؟ ثاني حاجه الشخص اللي ينقد فيا هذايا هل هو مؤهل؟ هل هو عنده الكفاءات اللازمه باش ينقدني؟ والا هو انسان متطفل ما عنده حتى درايه بالكفاءات اللي عندي ولا بالموضوع اللي عندي انا ويحب جوست يعطيني الفكره نتاعو اللي حاطين النقد نتاعو. صحيح. الثالث حاجه هي النيه. انت علاش نقدتني؟ شنو النيه نتاعك؟ هل النيه نتاعك باش تحفزني ونتصلح انا ولا جوست باش توجعني خاطر حبيت انت تقولي الكلمه هذيك؟ ويبدا واضحه. واضح. اللي باش يوجع واضح واللي باش يحب محبه واضح. واضح. وذاك علاش نعديو على ثلاثه مراحل. شخص هل يلزمني باش نسمع ولا ما يلزمنيش؟ هل هو مهم في حياتي ورأيه يهمني ولا لا؟ ثاني حاجة هل أنه الشخص عنده الكفاءات والمؤهلات باش ينقد الفكرة متاعي ولا الموضوع متاعي؟ وثالث حاجة النية. دونك إذا كان نحترموا هالثلاثة شروط هذوما ونحس اللي الشخص رأيه يهمني وعنده المؤهلات والنية طيبة ما نجم يكون كان النقد بناء وباش يقدم بيا القدام. إذا كان واحدة منهم ممسوسة يولي النقد ذاك لا يمثلني. أي. مش بشرطه باش ناخذ. صحيح. دونك توا باش نشوفوا احنا كيفاش النقد هذاك علاش ينجم يوجعني وكيفاش نجم نحط الشخص ده في حد معين باش هو ما يفوتش الحد نتاعو ويوجعني بالنقد نتاعو. دونك اول حاجه كي حد باش ينقدني قلنا باش نجاوب على ثلاثه اسئله هذوما. ثاني حاجه يلزمني نقعد بيني وبين روحي نقول هل انا مؤهل باش نجاوب الشخص ولا لا؟ اذا كان حسيت الشخص اللي مقابلني النيه نتاعو طيبه اما الشكل ما كانش في مستوى انتظاراتي خاطر الكلمه احنا عندها قيمه كي باش تقول لي انت تعطيني نقد تقول لي ان فيدباك الكلمه اللي بتستعملها مهمه جدا. صحيح. انا حسيت اللي النيه نتاعو طيبه والمضمون مهم اما الشكل ما كانش في المستوى في عوض انا نتقلق من اللي قاله لي وانا ما عنديش قدره كما قلنا باش نغير الاخر نقول علاش تحكي معايا بالطريقه هذيا باش ناخذ النقد هذاك لصالحي انا ونستنفع به ونقول ما يسالش باش نغض النظر على الشكل اما باش ناخذ المضمون خاطر النيه طيبه. اما هنا يلزم الانسان عنده قدره باش يعمل هكا. وقتاش تبدا عندي القدره؟ وقت اللي كيما قلت لك نعدي على ثلاثه الاسئله الاولين. اسكو راي كوثر يهمني اليوم ولا لا؟ اي تهمني كوثر كانسانه
في الدومين نتاعها اكسبيرت وقديره رايها يهمني دونك باش نسمعها. كوثر نيه نتاعها طيبه على خاطر كان مش هي تحب تنهض بالقطاع هذايا، ما تخمن تصور تجي تحكي لي وتحب مصلحتي انا كومين جون كي فا افونسي. ومن بعد يندرى كشخص كوثر هي شكون تقرب لي كوثر، هل هي من العباد اللي انا يلزمني باش ناخذ رايهم؟ كان ايه تنسمع والثلاثه حاجات هذوما يخليني نقبل ناخذ نقدو، لكن لقيت كوثر ما تهمنيش وما تلزمنيش راهي ما يلزمنيش، نجم نقول تقول لي تحب عليه انت وانا مش ملزوم باش ناخذه. معناها اذا كان انا في اطار النقد اللي توجه لي نجاوب على ثلاثه اسئله في وقت قصير، تنعرف روحي الشخص اللي مقابلني اسكو نحاول باش نجاوبه ولا جوست نسكت ونسمع على خاطر اللي يقول لك كاني ما سمعتوش. وغاديك قوتنا وهذا فاش نتنخلتوا لك، عندك حق باش تقول لي راهو ماهوش ساهل تقول فيه انت ساعه ساعه دون ان بلاتو يعطيك كلمتين هكا ولا في دون اون ريونيون اللي بطبيعتك تو فا مال رياجير بارابور على اللي قاله لك. علاش رده الفعل تكون خايبه؟ على خاطر النقد هو بمثابه كأنك انت متعرض الى هجمه كيما هجم عليك شخص ولا هجم عليك حيوان مفترس، شو يعمل العقل نتاعنا؟ باش يلفا اكتيفي معناها ثم باش تبدا عندك اون ايموسيون نتاع عبد معناها هجم عليا، دونك انا في حاله غضب سكي في اول حاجه باش نعملها نحب نجاوبه. خاطر هو وجعني خاطر هو مسني، دونك انا باش نجاوبه. كي باش نجاوبه عندي حاجتين، يا اما انا مؤهل باش نجاوب على خاطر انا متماسك اعصابي ونجم نقول الكلام اللي في بلاصته من غير ما يقلقني، وكان انا في حاله ما نجمش نجاوبه على خاطر باش نتنرفز باش ندخل في غش كبير نولي نبي ننقد فيه، من المستحسن كوني الشخص هذاك لو فات عرفت اللي هو انا مش مستعد نفسانيا ورايه ما يهمنيش والنيه نتاعو غير طيبه وماهوش مؤهل باش يجاوبني، وقتها نتنفس. احسن تكتيك هي التنفس ونغزر له ونقول الشخص يحب اللي يقول يحب عليه، اما انا هذايا ما يهمنيش. فوالا وهو بيدو نجاوبه كاني ما سمعتوش، نحكي له حكايه اخرى. بالضبط. هو يحكي لي على اللون وانا نقول له انت تاكل الياغورت يعطيك كعبه ياغورت. يعطيك الف صحه. كومبليتمون. اكزاكتومون سا. ثم حاجة أخرى كي نوعي بها أنا، تو الشخص اللي قدامي ما عادش يقلقني النقد نتاعو، إذا كان يمشي من منظور للشخص اللي نتاعو خايبة واللي هو رأيه ما يلزمنيش واللي هو غير كفء باش يناقشني، الشخص هذاك راهو كيف جاي باش ينقدك أنت، هو مش ناقد كوثر في حد ذاتها، هو عنده جيعة في نفسه هو، ماذا بيك الألم اللي عنده يخرجه عند كوثر، كان مش كوثر اليوم قدامه تو أي حد باش ينقده هو. دونك أنا الشخص هذاك باش يولي معناها نسخف عليه ونقول مسكين الشخص مش مرتاح مع ذاته هو، دونك لو فات اللي حاب ينقدني سكو حاب يوجعني أنا، مش في حد ذاتي أنا من خاطره هو موجوع. كي نحطهم هذوما الكل في معناها في التفكير نتاعي يوليو حاجات مبنيين يوليو اوتوماتيك، النقد مولي نجم جو بو فيلتري معناها نجم نعرف انه النقد البناء اللي يضيف لي حتى وكان الشكل ما كانش محترم، وانه النقد اللي هو جوست خاطر الشخص موجوع يحب كان يوجعني انا، معناها ماهوش موجه لشخصي انا بقدر هو نابع من عنده هو. دونك كيف نحطهم هذوما في اطارهم وقتها نعرف اسكو نتكلم اسكو النقد بناء ولا مش بناء. توا ثم حاجه اخرى وقت اللي بالحق يكون النقد في بلاصته. هوني ماذا بيا اذا كان انا كوثر قالت لي نقد تقول لي سونيا راك انت باهيه اما راهو التنرفيز نتاعك في الدنيا هذه مش باش يوصلك برشا، راك لازم تتمالك شويه اعصابك خاطر تتعامل مع عباد ماذا بيك قبل ما تخرج الكلمه توزنها. قالته لي كوثر وقالوه لي في الخدمه نتاعي وقالوه لي في داري وسمعته برشا مرات في وقت من الاوقات النقد حتى وكان الشكل ما كانش حلو يلزمني باش نقف ونقول اش نجم انا نبدل في روحي. هوني يولي النقد بالرغم اللي هو المضمون باهي والشكل ما كانش في المستوى هو هديه، خاطر باش يخليني نراجع روحي ونصلح ونحسن. وحتى نحب نقول لك ريتك نقدك اللي يوجعك وحتى وكان الشخص هو ما عندوش الكفاءه وماهوش مجبور باش يعطيك النقد وما طلبتوش منه هو، كي نتعرف نتعامل معاه باش يقويني. نولي انسان كما قلت انت، هو يحكي على موضوع هذا ونش موضوع اخر، دونك باش نجموا نحطوا الامور في اطارها. النقد كي يكون بناء لازم يحترم زوج شروط، الشكل والمضمون. لكم انا ما نجمش نجبر الشخص باش يحترم الشكل والمضمون، نقول ما يسالش، كان المضمون باهي والشكل ماهوش كيما يلزم والكلمه ما كانت جارحه، ما يقلقنيش ناخذه خاطر باش يضيف لي. ومن بعد الناقد الشخص اللي ينقد فيا ماذا بيا نعرف اسكو انا يلزمني نجاوب ولا ما نجاوبوش، كي نجاوب على ثلاث اسئله. اول سؤال، هل الشخص هذاك رايه مهم بالنسبه لي انا؟ هل الشخص هذاك عنده الكفاءات باش ينجم ينقدني؟ والنيه نتاعو شنو هي؟ هل هي من اجل البناء ولا من اجل الهدم؟ وكل نقد
طول المده واحنا بالتجربه بالاحساس احساسك زيد في النيه نتاعك وتجربتك راهو خاطر الصغار كي نشوفوا صغار باغ اكزومبل كي يجي اي نقد ياخذوا بالنسبه لشخصه هو كي تقول له مثلا انت مكش باهي في الحاجه هذيك انت دون لابسولو مكش باهي علاش عملت الخدمه هذيا هكا هو مش يرى تقييمك للخدمه اللي خدمها اللي هي ما كانش خدمه مرتوبه او خدمه مكدوده ياخذها بالنسبه لشخصه هو سي كوم سي مسيتو هو ما كيف نكبروا بالتجربه وبالطول المده وبالنضج نتاعنا نولي نعرف ولي الاحساس نتاعك احساس عقلاني صحيح مش نحسك اكثر منه هو عقلي يقول لي راهو وراء النقد هذاك ثم نية طيبة ولا نية نية طيبة يعني كل نقد في كل الحالات هو ينجم يكون كان إيجابي إيجابي وأنا كيقويو شخصيتنا نعرف نتعاملوا معاه فوالا يعطيك الصحة ميرسي بوكو إلا سونيا حمدي فضلك إلا كوتش دو في إن شاء الله نهارك زين نهارك أسعد نهارك أسعد ليا يفضلك ميرسي أيا جيجي وشيماء وين وصلنا؟ فوكاشيا نتاعنا طابت فوكاشيا طابت إي ومزيانة بالكدا بالكدا مزيانة مزيانة الله الله حطيت الفرماج سي حطيت الموزاريلا نتاع ماجيستي هكا كيما تراها تتلاوك واحد راهو انا حطيت اخترت باش نحط طماطم وبصل نجمو نعملو كورجيت نجمو نعملو كان بصل كل واحد وشنو يحب ينجمو نعملو الخضره اللي تحب عليها عليها ونجمو نعملوها سامبل شويه زيت زيتونه وثوم وشويه ديزيرب نحطها فوقها وشويه فرماج موزاريلا من فوق وتبدا حاضره كاكومبانيومون ونجمو فما شكون يعملها سامبل وفي الوسط يعملها كساندويتش اي باهي برشا يعطيك الصحة وجي جي ستيك نتاعنا حضرت زادة هنا الستيك حضرت دونك برشا ناس يتسائلوا كيفاش الصوص تجي ماغون به السر نتاعها اللي هو بيان سور باش نحرقوا البصل بالكدا باش يكون كاراميليزي وبيان سور اول شيء باش نشويوا اللحم نشويوا اللحم في شويه زيت وزبده ملح وفلفل اكحل ورشه كليل يتشوي بالكدا من بعدك الصوص نتاعو ديجا باش تولي هي صوص ماغون نزيدوها الفينيغر بالزاميك في هكا رشه باهيه نحيوا اللحم وك الصوص هذيك نزيدوا فيها البصل الثوم الشامبينيون دونك الصوص اللي تقعد الصوص ديجا هي ماغون هاي كريتها هي اللي باش تعمل لنا هي اللي باش تعطينا الجو ونحطوا شويه موتاخت معاها نسوتيهم مع بعضهم نزيدوا شويه ماء وما نحطوش برشا تنجم تزيد شويه حليب ورشه بيان سور فارينه باش تعطينا تكستور هذايا كوثر شفتها تكون اونكتويوز اونكتويوز دونك هذيا ياسر صوص بنينه على الاخر ونزيدوا الماء دو بريفيرونس وشويه كريم فريش اللي يحب سي فاكولتاتيف فوالا وندريسي ولا البلا نتاعنا اوكي به يلا خليك تكملها مي خلي تطيب لنا الصوص مي قبل انا نحب باش نحكيو على البلاك كويسون ماركت اريستون كيما تشوفوا البلاك ان فيغ جولي ديزاين فيتوريست نتواياج فاسيل زادا كيف كيف فيها تنظيم طاقة 9 درجات تسمح بتعديل مستمر ما يوفر دقة أكثر في الترتيب موجودة عند تو لي غوفوندور دو ديليكتروميناجي وين تكتشفوا أكثر تفاصيل عليها وعلى ماركة أريستون اللي هي ماركة إيطالية من 1960 توفر لنا التجهيزات المنزلية تلقاو فيها لي ريفريجيراتور البلاك كويسون فور ميكرو اوند اوت لاف فيسيل الماشينة لافي اللي فيها برومو دون تو لي بوان دو فونت لاف فيسيل اريستون ترفع 14 كوفير سيلفر معها 3 باكي برودوي فيسيل لاف فيسيل اريستون ترفع 15 كوفير بلون معها 4 باكويت برودوي فيسيل وكيف كيف لاف فيسيل اريستون 15 كوفير سيلفر بلس 6 باكي برودوي لاف فيسيل هذي اريستون البروموسيون تاعهم هايله برشا برشا يعطيك الصحه يا شيماء ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بوكو ميرسي على الفوكاتشا فوكاتشيا بالموزاريلا ماجيستي كيما نذكروا اللي هي سافور دو لاني 2024 يعطيك الف صحه نمشيو للفقره نتاعنا اللي من بعد اللي هي كواد ديكو كوان ديكو معنا هدى بوميزة أرشيتيك دانتيريور صباح النور وصباح الفل سافا تسمع فيا تفهم فيا نفهم فيك مريقلة لا مريقلة ديما مريقلة باش نكملوا نحكيو أنا وياك على الكوجينة باقي الكوجينة خاطرها تحير وبرشا ناس يحيروا باش يعملوا كوجينتهم دونك لي ديتاي المرة الأخرى عطيتنا أنت كيفاش نستعملوا
البلاصه الصغيره معناتها وخذينا لي زاستيوس تقريبا بعض مش الكل كيفاش نعملو كوجينا فونكسيوني فوالا تو باش نركزوا على الكوتي استيتيك استيتيك باش نعملو باش الكوجينا نتاعنا تبدا مزيانه في الحالات الكل باهي كوثر الحقيقه انا عندي معناتها مده ديما نقول انه الكوجينا سفي اخترت حاجه فيها خايبه ولا ماهيش معناتها كلها تخييب كل يتيح في الماء والله يا كوثر حتى كان تعمل كل شيء بالقدا وحويجه صحيح حويجه ساعات معناتها كوجينا الماء مزيان الستاف مزيان القاعه مزيانه نجيو نختاروا الخامه ماهيش مواتيه يتيح كل شيء طيحها في المشكلة اي مشكله معناتها فراجيل على الاخر الحكايه هذه دونك هو ذاك علاش واحد ما يلزمش وحده يعمل صحيح هو ماذا بيه لازم اختصاصي معناتها صحيح سي سا وابار سا معناتها يلزم كي تخمم في الكوشينه تخمم فيها كامله تختار كل شيء من الاول بكل معناتها ما نختاروش بالقطعه بالقطعه وما نختاروش بالحاجه بالحاجه نختاروا الالكترون نختاروا الرخامه الكريدونس الموبل الفو بلافون السول فما عباد ينجموا يعملوهم هذوما الكل مع بعضهم وحدهم مي فما عباد الا تصعب عليهم دونك هيك علاش انا اليوم حتى ابار تصعب عليهم توا اخشيتيك دانتيغيور ينجم يعطيك حتى شنو جديد صحيح شنو التندونس مثلا مازالت مش دارجه راهي هذه خارجه باش تشوفها حاجه عنده تجربه جديده صحيح مش موجوده جمله باش يعمل لك حاجه عليه قداش من كوجينا وعنده معناتها الخبره دونك مش يكون بيان سور باش يسهل لك الحكايه اكثر فهمت دونك سواء الاركتيك دانتيغيور والا الكوزينيست يسهل عليك خاطر هو خادم ومتعدي عليه بار كونتر الكليون يبدا هذيك هي مثلا دار العمر مش يعمل كوجينا مره في العمر معناتها مره برك ماهوش يمشي معناتها نجم يكون ما شافش برشا افكار صحيح. ما عندوش اطلاع كبير صحيح. مع الوقت توا احنا برشا معناتها برشا عبيد الا ما عندهاش الوقت باش انها تتفاضى باش انها تعطيها معناتها وقتها وتلوج وتشوف دونك ليديال انك انت تختار مع بروفيسيونيل والا كان كابابل المهم تخمم فيها ك كل ما تخممش معناتها بالقطعه بالقطعه، حاجه اخرى الكوجينه خاطر فيها برشا حاجات كيف ما قلنا، ماذا بينا ما نكثروش من لي ماتيريو، ماذا بينا ما نكثروش من لي كولور، ماذا بينا ديما معناتها نعملوا دوزاج نختاروا الباليت نتاعنا وين مش تمشي ونخدموا بها، اي فهمت؟ يعني كان اخترنا اكزومبل مثلا، كان اخترنا احنا الكوجينه باش نخدموا الموبل في الجري، نعملوا السول نتاعها يوتيها نعملوا الكريدونس معناتها مثلا البلان دو ترافاي والكريدونس نجموا ناخذوا في البلان مغبغي نزيدوها شي توش صغيره مثلا في النوار نختاروا الالكترو في النوار نكملوا البواني في النوار لي سبوت اللي مش في ستاف النوار دونك نقعدوا ديما نخدموا في دو تروا كولور الا باش تطلع لنا الكوجينه مزيانه ودو خاطر احنا الكوجينه توا خاصه الكوجينه العمر فهمت اللي هي نتاع دار العمر معناتها الكوجينه تقعد 15 كل عام نبدلوا في الكوجينه صحيح ماهيش معناتها صحيح دونك ماذا بيك انت تمشي في كولوريت الا وفي لي ماتيريو الا تقعد لك وتداوم لك وما تقلقش منها تقول انت تداوم لك مثلا توا 2024 شنو مثلا لي كولور توندونس اللي موجودين خاطر توا نشوف في حاجات اللي حتى في ماشيين شويه هكا في الهبله المزيانه اي هو راهو الهبله المزيانه موجوده فهمت وفما عبيد اللي تحب تخدم حاجه هكا معناتها كولوريت تلين يا اختي ايش عندهم فما احنا في تونس ما ساعدناش تلين حاجه حاجه يعني من احلى ما ريت يذولي في الكوجينات واكيد ياسر يستعملوا الوان مزيانه وما تراهمش مقلقين ما تراهمش مثلا مي هكا مي اغزلي كوثر يلزمك تحسب حسابك اللي احنا تو انت باش تشري كوجينه راهي الكوجينه تتكلف دونك اين مش نعمل واحنا مش من النوع اللي نبدلوا صحيح يعني هما يبدلوا هما يقلقوا يبدلوا عرفت عوالين وتعمل لون اخر صحيح فوالا دونك احنا كيفاش اللون اللي باش يقعد كيف مثلا الجري اي سنا سي تري توندونس لي تون تاع الجري انت ديجا حكيت على الجري معناتها هو 2024 اي معناتها الحاجات اللي خارجه كيف مثلا قلنا قبل زيد البيج والجريش من لي كولور الى سي تري توندونس ويقعدوا يدوموا معناتها حتى كان انت مره اخرى تحب انت مثلا تحب تزيد كولور تنجم تزيد الكولور في حاجات اللي تنجم فاسيلمون تبدلهم كيف مثلا ما نعرفش انا التحف كيف مثلا لي زاكسسوار فهمت ما تعملش في الموبل خاطر الموبل هذاك مش يقعد لك مده طويله فهمت البلون قعد البلون كاسي سي تري توندونس سني من الحاجات الا زاد تنجم تداوم معاك توندونس سني وتنجم تداوم معاك القدام دونك هذوما بالنسبه للي كولور
اغلب لي كولور هو زاد فما مثلا الفير نمشيو على الباستيل والبلو مي يقعد ديما انت عينك ميزانك اسكو انت كوجينتك معناتها كي تعملها في الفير شنو انت كضوء تقلق منها ما تقلقش قادره تبدل في ساعه اذا كان تحب تبدل خاطر هما الحاجات هذوما نتاع عبد ينجم يبدل صحيح ينجم فاسيلمون يبدل فاسيلمون يبدل بالضبط دونك هذا هو هذوما الالوان هذوما الالوان والرخام يقعد باقي طوندونس في الكوجين الحقيقه يا كوثر الرخام بالنسبه لي اني في البلان دو ترافاي ما ننصحش بيه ليه بالحق والله دونك ليديال انك انت تاخذ توا التوندونس ولا خارج الجري والكواكتس اي الرخام راه مشكلته سواء كان غامق والا فاتح يتبقع الفاتح يشرب الزيت والغامق يبلاح طول المدة معناتها من الوقت البريونس نتاعو يتعمل صحيت معناتها تحسه أصلا يولي مبليح ولا مشهب هكا ولا كيفاه دونك تطيح قيمته بعد نحكيو على عامين ثلاثة سنين وماكش باش تقعد تنجم تسقلو أنت معناتها فهمت إيما ماكش باش تقعد أنت كل مرة فهمت دونك ماذا بينا نمشي للسوليسيون نتاعو تعرف الغبار اللي تخرج صحيت سي با فاسيل إي أختي أنا نحكي لك دونك إي الرخام بالنسبة لي أنا كذوق الشخصي راهو الرخام ديما نفضلو نقولو أنا نزينو به الحيوط نمشيو في حاجات الا اما الكوجينا نو الكوارتز توا سي تري توندونس ومعاه الجري فوالا بي الاغلاط اللي ما يلزمش نعملوهم كومبليتمون في الكوجينا مهما كان لونها مهما كان شكلها غزالي كاوتر انا بالنسبه لي كي كوزينيست كي ننصح حاجات ننصح حاجات من الواقع أي؟ نعرف اللي هما ينجموا يظهروا لبرشا عباد اللي هما حاجات معناتها تافهه كوا مي راني قاعده تعرضني في بريسك في اغلب لي شونتي كيف مثلا انه هو يخلي الالكترو يختاروا في اخر دقيقه معناتها خاطر تقريبا الكل العباد الكل اي ساعات حتى كي يركب كوجينته وقتها يولي خامه ما يتوش نمشي نشري لا وبعد هذيك البلاصه جات اقل صحيت وتوحي هذيك ما جاتش بلاصتها وهذيك ناقصه درا شنو دونك ليديال انا وقص الرخامه خاطر البلاك ما دخلتش والغبابر تعاود من جديد صحيت بالضبط تجيب برشا مشاكل دونك ليديال مع الموبل نختاروا الالكترو نتاعنا من الاول بكل ونشريوه هكاك حتى كي تبدا مش تخدم تبدا فاهم انت وين ماشي ساعات حتى الكليون يختار راهو حاجات مثلا حتى من عندنا احنا ديما نقول للكليون ساعات يختارها من عندنا وتوفى معناتها بعد ما احنا صحيح فصلنا عليها ويقعد يستنى فهمت خاطر ماك تعرف احنا الالكترو امبورتي معناتها فهمت دونك اليوم فما الماركه هذه وبعد تجي حاجه اخرى صحيح دونك ليديال كي تجي تخدم كوجينتك تعدي معها الالكترو هذه النصيحه الاولى اللي نحسها مهمه على الاقل فما حاجه اخرى اللي هي ما فهمتش علاش التوا بالنسبه لي انت 10 سنين ورغم ما انت نقول هي باش تبدل هي ما تبدلتش انه التونسي ما يخممش في اللافلانش من الاول وين مش يحطها دونك يقعد للاخر للاخر لين يحطها في الكوجين بار كونت راهو كي تجي تخمم فيها راهو ما تجيش معناتها ماكله وميم طون صابون ماهيش معناتها ما تجيش معناتها نحسها حاجه الى هي ماهيش البني القديم تاع البلاصات القديمه في تونس ايه تلين ولا اللي كانوا في تونس العمارات القديمه تلقى لي زابارتمون تلقى بيوت الصابون الفوق صحيح توا كل ابارتمون عنده بيوت الصابون نتاعو سطح فيه منشر بيوت صابون توا في العمارات ما تميش فما حتى في الديار معناتها توا حتى الدار تلقاها فيلا كبيره مولا الدار يبدا يبني ويزين وما يعملش بيوندغي علاش ما تعملش بيوندغي علاش تخلي معناتها اللاف لانج نتاعك تتحط في الكوجينه تبدا حتى ولو كوجينتك كبيره وكل شيء مي كوميم كوتي اما هذه الاسباس يحكم فينا هو اسمع خليها ايش مش الكل يحضروا في الدار يبدا الدويره الصغيره صحيح انا قلت لك المشكله اللي هو صحيح قلت لك المشكله انه هو حتى اللي عنده اسباس حتى اللي عنده معناتها دار كبيره اما هما تو سامبلومون ما يجيش لبالو ولا ما يخممش فيها من الاول بكل دونك نقولوا احنا في ابارتمون ابارتمون كي يبدا صغير اذا كان ما نجمتش تلقى فما تنجم تحطها في سال دو بان راهو إذا أنت من الأول بكل معناتها تخير في السال دو با خير من أكيد معناتها خير من في الكوجينة معناتها الحقيقة أنا بالنسبة لي حاجة هذية ما فيهاش أون توكا نتعداو للخطأ الآخر اللي ديما يتعاود اللي هي الانستالاسيون تاع الغاز دو في دونك ديما الانستالاسيون تاع الغاز دو في نعملوها آخر ما نركبوا الكوجينة نولي وقتها باش نعديو الغاز دو في فهمت عاود من الأول وجديدها مش نقبوا منين باش تتعدى كيفاش فهمت دونك ليديال أعمل حسابك
دوبا ما يوفش عندي اول حاجه من الحاجات اللي معناتها تعدي الغاز نتاعك تعدي الخطوط الضغوط تعدي كل شيء صحيح بالضبط. هذا بالنسبه للاخطاء. قعدت حاجه اخرى مش نحكيه على لي ستيل الا مش الا خارجين السناء الا هما ثم دو ستيل خارجين السناء. نحكي على التوينسا نحكي علينا احنا التوينسا خد التوينسا عندنا ذوقنا الخاص معناتها هما خارجين البرا ديجا البرا اما زاده احنا أخرى في تونس بالحق دارجين وضاربين على الاخر على الاخر في 2024 الا هو ستيل كونتمبورين دونك الكوجينا ستيل كونتمبورين الا تتميز بانه الفساد نتاعها تكون ليس ستراتيفي بانتور ولا هاي جلوس الا تتميز بالبوني انكاستري سواء في الكيسون اللي نقولوا لها احنا جولا والا في الفساد 45 تتميز بالليفيترين بالليد وتتميز زيدا بالكونتينيتي بين البلان دو ترافاي والكريدونس ومام حتى ليفيي يتخدم كله بالكوارتز والا بالكري وحتى البلاك انكاستري مي الحقيقه واحده من الناس مكلفه شويه أبار مكلفة شوية ما ننصحش بها برشا أنا البلاك أونكاستري هو رأي شخصي راهو أنه نحس معناتها سوفي أي مشكلة في البلاك معناتها تراسينا البلون دو ترافاي كل مش مبدلوه فهمت دونك الحقيقة ما نفضلهاش برشا خاطر ماك تعرف البلون دو ترافاي يكلف شوية فهمت الستيل الثاني وإلا أني معناتها قريب على قلبي برشا برشا ونحبه برشا برشا إلا هو ستيل يتسمى جديد شويه في تونس النيو كلاسيك والا النجم نقولوا له الكلاسيك ريفيزيتي الا هو كلاسيك امام زايدين عليه التوش مودرن معناتها حاجات جدد ماهوش كي الكلاسيك الثقيل كلاسيك خفيف الا يتميز باللي فساد يبداو باللي كادراج بالبوا والا بالليمولور فهمت سي تري توندونس على الاخر تتخدم حتى قبل كانت كيكا ما جات بريود ما عادش رجعت معناتها خرجت معناتها 10 سنين للتالي اكثر حاجه لي فاساد ليس اللي هما هاي جلوس والا والا ستراتيفي والا بانتشو توا رجعنا للي فساد اللي فيهم لي فورم ولا اللي يمشيوا اكثر شويه على الكلاسيك فهمت بالنسبه للبواني يكونوا زاد دي بواني افيك دي فورم معناتها ماهوش بواني سامبل ما في معناتها تمشي اكثر للستيل كلاسيك كيف كيف فيها حاجتين الا سي تري توندونس وواحده من الناس نحبهم على الاخر كيف ليفي سيراميك اللي نقولوا له احنا فارم هاوس اللي يجي تحت البلان دو ترافاي يجي سيراميك سي كلاسيك اما مزيان وحاجه تعطي رومبو تعطي منظر مزيان يعطيك الصحه عزيزتي يعطيك الصحه هدى ان شاء الله المره الجايه نحكيو على الدار وعلى التوندونس تاع الدار بصفه عامه ان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله نهارك زين نهارك اسعد الايام جيجي عزيزتي عزيزتي ستيك بتاعنا حضرت ستيك وزدتها يعني تيغ عملنا عندي شويه فلفل احمر شويه سفناريا بتنجانه دونك عملتهم سوتيتهم في شويه زبده وزيت وشويه ثوم وملح وفلفل اكحل هكا كله تخي تخي بيان صحي باهي لو مزيان تقديم الصحن مزيان هذه البوتاج نتاعنا محلاها هي برشا باش نكملوا نزينوا الكاتو خبزة الهواء خبزة الهواء بالفاكهة فوالا نخليك بلا تزين خبزة الهواء ونمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي فقرة التغذية فقرة التغذية رحاب جلاسي إخصائية التغذية صباح النور وصباح الفل صباح الخير إن شاء الله نهارك زين عايشك عندك حاجة في التغذية بدعني باللي أنا فيه وانت محليك الحقيقة ليه محليني أوكي أما نجم بالتغذية بداوي صوتي بعد لازمك تنصحني لازم أما أستوس لازم أما طبعا باش نحكيو على الزيوت والقليان بالضبط الزيوت في رمضان والقليان يكثر البريكة مقلية الصوابع مقلية ونجمو نعملوهم فرد نهارة خاطر شكون يحب الصوابع شكون يحب البريكة فما شكون يقلي زادة كريمة في الفل وبطاطا الفريت وكذا ومع بعضهم عادي كل شيء والكافتيجي هو انا اليوم جيت باش نقول لكم مش بلوتو باش نقول لكم ما تاكلوش المقلي ولكن اليوم باش نحاول نعطي نصائح غذائيه باش نجموا ناكلوا مقلي باقل اضرار صحيه ممكنه نجموا ناكلوا المقلي بالضبط مش باش تمنع مش ممنوع هذا ديجا به حاجه به على الاخر اول حاجه بلوتو هما ثلاثه حاجات
يزمنا ساعة نعرفه ونحكيه في شنو باش نقليه، لازم نعرفوا في شنو باش نقليه، كيفاش نقليه، وشنو هو الحاجه اللي نستعملوها باش نقليه فيها. هذوما ثلاثه عوامل. كيفاش نقليه وفي شنو معناها اختيار الزيت اللي باش نقليوه بالضبط. باش نحكيوا على الزيت، باش نحكيوا على القليه، وباش نحكيوا على طريقه القليان في حد ذاتها. هي تخلينا نبداو بالزيت. هو عاده المقلي يعني يلزم الزيت يوصل درجه حراره فوق ال 200 درجه. بالضبط، هذاك علاش احنا اختيارنا للزيت مهم جدا، يعني يلزم الزيت يكون يتحمل درجات حرارة عالية. على خاطر الزيت عادة هما الأنواع متاع الزيوت الموجودة الكل، كل زيت يتميز بدرجة معينة يتسمى بوان دو فومي، يعني التمبيراتور هذية كي نخلطو لها أبارتير من التمبيراتور هذيك راهو الزيت يولي يفرز مواد خطيرة على الصحة متاعنا، اللي هي يوصل للحريق. بالضبط هذا هو، ويولي يفرز مواد مضرة للصحة متاعنا. هو حسب الزيوت الموجودة في السوق التونسية تقريبا عنا احنا زوز أنواع متاع زيوت اللي نجموا نقليوا بهم ويتحملوا درجة الحرارة، اللي هما عنا زيت زيتونة وعنا زيت الكلزة. ولكن بما أنه زيت زيتونة أولا مطعمه بنين، ثانيا سومه غالي يعني مش نقعدوا نقليوا به، فيقعد الحل الأحسن والأفضل اللي هو زيت الكلزة. معنى اللي نفهم من كلامك اللي زيت الزيتونة كان مش غالي بالضبط في القليين هو به نجموا نقليوا به. ولكن خاطر برشا يقول لك ليه زيت الزيتون ما يقليوش به، وهذه المعلومة سمعتها راني من قبل والنساء الكبار يعرفوها، يقول لك قبل نقليو بزيت الزيتونة. بالضبط، دونك برشا أخصائيين يقول لك زيت الزيتونة تقلي به وصحيا ممتاز، وبرشا يقولوا لا، دونك الصحيح أنه كما قلت أنت نقليو فيه. بالضبط، على خاطر بوان دو فومي نتاعو عالية يعني نجمو نقليو فيه، ولكن هو بنين بصراحة وزيد السوم نتاعو غالي مش باش نقعدو نقليو فيه، فيقعد الحل الأحسن معناتها سومه ممتاز ونجمو نقليو به اللي هو زيت الكلزة. نمشيو توا الكيفاش نقليو. هو عادة احنا شنو أكثر حاجة نقليوها اللي هي البطاطا، أكثر حاجة ديما فريت يعني بخلاف رمضان وحتى على طول العام فريت وقرون الفلفل وغسلوا برشا حاجات. البطاطا يلزمنا نعرفوا كيفاش نقصوها وكيفاش يعني نقليوها باش ما تشربش برشا زيت. كيفاش بالضبط؟ هو الحل ساعة الأولاني بالكل، ديما احنا ننصحوا ونقولوا نحطوا أكل بابي أبسوربون تحت الحاجة اللي باش نقليوها باش نقصوا من كميات الزيت الممكنة. هذه أول حاجة. ولكن نمشيوا لحاجة أخرى. أول حاجة مثلا بالنسبة للبطاطا، فما شكون يصمتها ومن بعد يزيد يقليها، يديرها دهنة الزيت باش ما تاخذش برشا الزيت. فوالا أكا الصمتة هذيك اللولانية متاع البطاطا، أولا الألياف متاع اللي موجودين في البطاطا باش يوليو فابل، لما تخيس أليمونتير يعني هي كعبة البطاطا في حد ذاتها باش تولي تخي فراجيل، وهذا اللي يخليها تشرب أكثر زيت. دونك احنا من بعد كي باش نقليوها باش تشرب أكثر زيت. دونك ماذا بينا البطاطا رانا ما رسمتوهاش ديريكتومون نقليوها. ثاني حاجة هي البطاطا في حد ذاتها ماذا بينا ما نحطوهاش في الريفريجيراتور. البطاطا تتخزن البرة بطبيعة بعيدة على الشمس في بلاصة مش أميد ما فماش رطوبة وتتخزن البرة. علاش؟ على خاطر البطاطا كي تبدأ في الريفريجيراتور راهي أكل برودية هذيك من الداخل، من بعد كي باش تقلي البطاطا وهي باردة البرودية هذيك يعني الزيت باش ياخذ بلاصة الماء. وهكا تولي تشرب أكثر ماء، تشرب برشا زيت. بالضبط تشرب برشا زيت بلتو، وهذا اللي يخلي البطاطا تجي مزيتة. بالضبط. جيو توا للمعلومة الثالثة، أغلبية العباد تقص البطاطا جيدة، وهي السيرفاس كي تبدأ جيدة تشرب أكثر زيت. بالضبط، إذاك علاش ناس قبل وحتى توا مازال موجود كي يعملوا البطاطا مثلا ديروندير ولا خشينة هكاك خير باش ما تشربش كمية الزيت. دونك هذوما معلومات مهمين على الأقل كي نقليو ونعملوا حاجة مقليين نستعملوهم من غير يعني ما نضروا صحتنا. نجيو توا المعلومة الثالثة واللي هي مهمة. احنا في المقلي وخاصة في شهر رمضان ديما نلوموا البريك واللومو البطاطا والطماطم والفلفل باش نقليوهم ونقولوا اللي هما مضرين للصحه. هو صحيح، ولكن راهو اكثر حاجه باش تضر لنا صحتنا هي اللي باش نقليو فيها اللي هي القليه. يعني المذره جايه اللي من القليه معون في حد ذاته. بالضبط، اخطر برشا من القليين في حد ذاته. صحيح، خاصه هوني نحكيو اكل القليه كي تبدا مجرحه اكل القريه ذاك نتاعها يظهر كحله. بالضبط، ويقول لك هذيك تبانن الماكله.
بالعكس هي مش تبدل، هما ما يحبوش يبدلوا. اما صومها ماهوش صوم غالي ومش كل جمعه باش تبدل قليه، احنا ما فيها بيسكي الراوها تعملت بدلوها ما خليوهاش دوب ما الراوها تجرحت وكالقري ذاك نتاعها ظهر بدلوها، على خاطر هذيكم راهم مواد مخطره جدا. معناتها لطف علينا الناس الكل، راهي تنجم تسبب السرطان، تنجم تسبب اضطرابات هرمونيه طول الاستعمال، وهذيك تتسرب تمشي للماكله اللي احنا باش ناكلوها وتولي مضره. فما غلطه اخرى يعملوها زاده على حكايه القليه، تكون كحله وفيها كل الكوش هذيك اللي ما تتنحاش، زيد يقليو فيها، بعد ما يقليو فيها الزيت ما يلوحوهش بالضبط، يغطيوه ويخليوه ويقليو فيه مدة شهر وما يقليو فيه، كيفاش باش يولي حاله هذيك الزيت؟ بالضبط بالضبط، باش يولي حكاية المضرة هذي بالضبط. هو هذاك علاش احنا ديما نقولوا راهو عادة نسع الكميات نتاع الزيت اللي نصبوها على قد احتياجنا، ما نبداوش استعمال فردي فقط. راهو الزيت اذا كان باش يتعاود، احنا اش قلنا راهو فما درجة حرارة، اذا كان نفوتوها راهو وقتها فما مواد خايبة برشا باش تولي تتكون، هذاك علاش لونه يغمق ويولي معناتها لونه خايب. حتى المطعم باش تلقى مطعم اخر بالطبيعة، والحاجة اللي تقليها لونها يتبدل بالضبط، مش كيما الزيت نظيف بيان سور بالضبط. دونك احنا هوني شنو نصيحتنا للناس اللي تفرجوا فينا، ما نحرموش روايحنا من المقلي، اما شنو نعرفوا في الزيت اللي نشريوه، دونك نختاروا الزيت اللي نقليو فيه، كيفاش نقليو، الطريقه نتاع القليان، وكيما حكينا مثلا على حفظ البطاطا، وبالطبيعه زاده الماعون والقلايه اللي باش نقليو فيها راهي مهمه ونظيفة جدا. بالضبط، يعطيك الصحه، هذه كلها نصايح ممتازه، ان شاء الله نهارك زين ونهارك اسعد ليام. نخرجوا بوب وهنا راجعين.